نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر منصة انستغرام مقطع فيديو لجهود الإدارة في تنظيم حملة مرورية توعوية عن أهمية فحص المركبة قبل دخول فصل الشتاء. خلونا نتابع. مع بداية دخول فصل الشتاء ومن منطلق دور الإدارة العامة للمرور في إقامة حملات توعوية وميدانية، نتواجد اليوم بالتعاون مع شركة تاير بلس في حملة توعوية حول أهمية تبديل إطار المركبات والمساحات الأمامية وتوضيح الإرشادات المتعلقة بفصل الشتاء. يتم اختيار السائق الملتزم والتأكد من مدى صلاحية الإطار، يتم تبديلها في الموقع بالإضافة إلى المساحات الزجاج الأمامية. وهذه المبادرة من شأنها تكريم السائق الملتزم والتوعية بأهمية فحص المركبات قبل دخول فصل الشتاء لسلامة السائق وجميع الركاب وكافة مستخدمي الطريق. كما نؤكد على أهمية اتباع الإرشادات في حالات الضباب وهطول الأمطار وتصاعد التربة.